دلوقتي عندك راوند ايه؟ انا دلوقتي في راوند الاطفال ومعايا هنا قلق من المستشفى. طيب مروه انت خدت راوند سايكاتري ولا لسه ما خدتوش؟ انا لسه ما خدتش راوند سايكاتري. طيب راوند سايكاتري انت شايفه ان الراوند ان شاء الله لما تاخديه هيفيدك بعد كده كدكتوره ولا مش؟ وانا بالنسبه لي راوند سايكاتري اهم راوند عندي في كليه الطب لان انا ناويه اتخصص سايكاتري ان شاء الله، فده اهم راوند هركز عليه، عايزه اتعلم منه ازاي اتعامل مع المرضى النفسيين، ازاي اقدر اشخصهم، ازاي اقدر اعالجهم، عايزه اتعلم منه كمان الدكتور بيشنت ريليشن شيب، ازاي اخلي المريض يثق فيا وبالتالي هيثق في تشخيصي، هيثق في علاجي اللي هوصفه له، وهيثق فيا انه يقول لي كل حاجه ما يخبيش عني اي تفاصيل تكون مهمه في علاجي. يعني انا شايف ان السايكاتري حاجه مهمه، اولا ان انت تتعامل ازاي مع المريض ده اولا، وثانيا بقى في حالات كتير جدا الواحد بيتعرض ليها، يعني انت مثلا حاله عيان بيمثل، عيان ادكت، الكلام ده كله انت هتتعلمه او ان انت تعرف تتعامل ازاي معاه من خلال السايكاتري ان شاء الله. طب انت شايفه دلوقتي ممكن اللي هو قسم الطب النفسي ممكن يفيدنا في ايه، سواء في الدراسه او حتى بجانب الدراسه؟ بجانب الدراسة طبعا اللي انا ذكرتها، احنا قسم السيكاتري اتوقع منه ان هو يعمل كورسات تهيئة نفسية لطلبة سنة اولى طب، لان هما بيحصل لهم ديبريشن كتير، وطلبة سنة تالتة كمان بيحصل لهم ديبريشن، نسبة الديبريشن عالية كل الدفعات على فكرة، مش اولى وتالتة بس، يعني كل الدفعات طبعا، بس السنتين دول بيحصل فيهم تركيز رهيب في حالات الديبريشن، فانا متوقعة من القسم ان هو يهتم بالموضوع ده بما انه موجود في الكلية ودي مهمته. بس شكرا. عندي راوند سايكاتري دلوقتي، اولا راوند فرق معايا في كذا حاجه، ان انا شفت بنفس المرضى النفسيين وعرفت ان المرض النفسي غير اي اضطراب نفسي ممكن يحصل لاي حد بينا، يعني مثلا احنا طلبه الطب مثلا ممكن اي حد يتعرض للانكزايتي او ديبريشن، لكن مش معنى كده ان احنا عندنا مرض نفسي. كمان عرفت يعني ان المرض النفسي دوت، يعني قبل كده كنت متخيل ان المرضى النفسيين دول ناس مجانين او ناس خطرين، يعني انا ممكن اخاف منهم، واي واحد جنبي كده مريض نفسي ممكن اخاف منه، لو رحت مستشفى مثلا في العباسيه ممكن احس ان انا مقلق من اي حد، ممكن تعرضت لكذا موقف قبل كده، يعني كان في واحد مثلا اجيتيتد شويه فانا كنت مقلق منه، لكن لما دخلت الراوند عرفت، يعني شفت مثلا الناس الى حد ما طبيعيين، بس هو بيبقى عنده ابنورمالتي في حته معينه او عنده ديس اوردر معين، فحسيت ان الموضوع مش زي ما انا كنت متخيل. لما دخلنا اصلا السايكاتري عرفنا ان في حوالي 30% من الامراض اللي يعني ممكن مثلا تبقى موجوده في العيادات البطنه او كده ممكن تكون اساسها او منشاها مشكله في السايكاتري، مش مشكله حاجه عضويه يعني. تمام. فاحنا احنا طبعا لازم نعرف نبقى فاهمين الموضوع ده على اساس ان انا لو مثلا تخصص تاني خالص جالي حد بريزنت بالسيمبتومز دي ابقى عارفه ان انا مثلا ابقى عارفه دكتور سايكاتري ان هو مشكلته اصلا سايكاتري مش مشكلته حاجه اورجانيك او بطنه او كده، فطبعا مهم جدا. كويس. طبعا انا فاكر السايكاتري دوت راوند يعني مش لازمه، مش هستفيد منه كتير، هقابل بيشنت يعني كان يعني كنت انا فاكر انهم مثلا بيقولوا عليهم مجانين، بس طبعا العكس كده خالص، يعني انا بيشنت واحد شاب شغال في حياته كويس، ماشي في حياته ناجح، وفجاه تحصل مثلا يتعرض لستريس معين او مشكله معينه تغير بايك مثل بتاعه المخ بتاعه، وفجاه مثلا تجي له مثلا وليكن ديليوشن هالوسينيشن تبوظ حياته كلها، لو كان في دراسة تبوظ، لو كان مثلا في شغل اتأخر في شغله، فدي طبعا مشكلة. أكتر حاجة عجبتني في الراوند مثلا إن احنا كنا يعني يمكن مش في أي اسم تاني، ممكن يعني أعتقد إن مش أي اسم في البطن مش بيعمل كده، هو اسم سايكاتري كان بيعمل حاجة اسمها رول بلاي، إن يعني هو كان بيخلي الطلبة يحسوا بإحساس المريض، إن يبقى طالب يمثل إن هو يبقى مريض أو دكتور أو قريب المريض، فده كان بيعيشنا الحالة أكتر لما نقعد نبص ونتفرج على المرضى من بره، غير لما كنا عايشين الموقف يعني. الحاجة التانية إن احنا إن أنا شفت يعني كان في كذا محاضرة عرفت أنواع كتير من الشخصيات، يعني الشخصيات وممكن الأبنورمالتيز منها، وعرفت إن أي حد فينا ممكن يكون ميكس من الأبنورمالتيز دي. اني مثلا دكتور وفي مستشفى، هبقى مثلا جي بي مثلا او في امتياز، هتجيلي حالات ايمرجنسي كتيره، زي مثلا واحد اجيتيتد، مثلا واحد واخد دراج اوفر دوز، او واحد مثلا جاله مانيك اتاك، كل الحاجات دي محتاجه ايمرجنسي بالنسبه للسايكاتري، فدي انا خدناها يعني في السيشن،
فدي انا هعرف اتعامل معاها كويس. فدي طبعا يعني دي اكتر حاجه المفروض نتعلمها في السيشن خلال 3 اسابيع عشان دي اكتر حاجه احنا نتعامل معاها. اكيد طبعا، لان احنا كدكاتره بعد كده احنا هنتعامل مع بني ادمين مش مع مكان، فانا لازم ابقى فاهمه نفسيه الناس اللي قدامي وعارفه اتعامل معاهم، فده طبعا مهم اكيد جدا لينا كدكاتره. طب يا دكتور، بالنسبه للراوند الدكاتره دي احنا كنا بناخدها في سنه 5، ايه رايك حضرتك فيه؟ والله يعني هو ككوريكولم كماتيريا يعني الكوريكولم ممتاز جدا، وهو ده اللي انا طلعت بيه ساتسفايد جدا بالناس في السايكاتري. وكشرح كان كسيشنز بتتاخد كراوند يعني برضه كان ممتاز، كان فوق ممتاز، والناس كانوا اورينتد جدا باللي احنا المفروض نخرج متعلمينه، والناس كانوا بيعلمونا كويس جدا. كان في انتراكتيف سيشنز زي الرول بلاي بتاع دكتور محمد غانم فيهم الاربع فاكر لحد دلوقتي، وانا شخصيا حضرت فيه يعني مثلت فيه مرتين اكتفلي. فككوريكولم وكماتيريال وكسيشنز وكستاف لا الناس ممتازين جدا يعني. الفكره في ان الناس مش الاسم مش ملوش ويت في الامتحان، ملوش ويت ان هو يخرج الطالب اورينت بالسلكات امتحان نظري بتاعنا يعني. هو الطالب يخش هو في الاخر هو محتاج كلمتين بس هيقراهم ويطلع بيهم وخلاص على كده، غير كده مش ما بيبقاش كين قوي ان هو يقرا الماده ويعرفها عشان هتفيده علميا بعد كده. عرفتنا حاجات احنا ما كناش مثلا متوقعين ايه ده، هو ده فعلا مرض، الاعراض دي فعلا بتكون فعلا مرض، والناس فعلا بتعاني وكده. ناس كتير جدا كانت فاكره الناس دي بتستهبل، او الناس دي ما دام هي ما عندهاش حاجه عضويه يبقى هي اساسا ده مش مرض. لا، ادينا فاريشن كمان للامراض، مش وامتى مثلا احدد ان ده مثلا لا ده مرض، ده فعلا محتاج مثلا دكتور نفساني. لا، الموضوع يعني مش موضوع عبيط او رفاهيه، مش رفاهيه ان انا اروح اتعالج يعني. لا مش دلع خالص يعني. نفسنا كمان يبقى كورس ده للدكاتره بعد كده، من كتر اللي بيشوفوه هنا فيبقى في حاجه مثلا يعني فعلا، وده اسمه موجود متابع اساسا في المستشفيات فعلا، بيبقى في دكتور نفساني من معظم الدكاتره يعني. كورس السايكاتري بتاع سنة 5 هو كان كورس حوالي مكثف، كان حوالي 3 أسابيع. ال3 أسابيع اللي احنا خدناهم كان فيهم 3 حاجات مهمين جدا بالنسبة لي. أول حاجة كان فيهم الكلام عن ان انت كنت بنشوف كيسز، وده طبعا مش متوفر كتير بره، وخاصة ان معظم الكيسز بتاعت السايكاتري عندنا في مصر بيسيبوهم في الشارع كده بيترموا. تلاقي مثلا اسكيزوفرينيا، تلاقي واحد بيخش يقول لك انا المسيح الدجال، انا النبي سيدنا في الاستقبال. لا مش في الاستقبال، ده انا بتبقى تشوفه في الشارع كمان. كنت ممكن ان انا اخش اجادل معاه في نقاش، وانا طبعا ما كنتش فاهم يعني ايه سكيزوفرينيا، ولا كنت فاهم قبل ما اخش السايكاتري. تمام. تاني حاجه كان في حاجات تانيه كان بيعلمها لنا، هي كانت في الاسكس اللي هي كانت مهمه جدا، او مش اسكس، او ازاي هاو تو ديل وذ بيشنت، اللي هو كان بيعمل دكتور بيشنت ريليشن شيب. تمام. طبعا دي كانت نقطه مهمه جدا، وكانوا مصرين جدا على فيها، وخاصه كان في كمان برده رول بلاينج اللي احنا كنا بنعمله. أيوه. كان يعني ربنا يديهم الصحه كلهم ويجازيهم خير. دكاتره السايكاتري كانوا بيهتموا جدا ان ازاي انت والعيان الاي تو اي كونتاكت، ازاي تبقى موجود عليه، ازاي بتتعامل معاه صح، بتقوم تسلم على العيان وانت واخده، اللي هو ان البيشنت يبقى فيه ثقه ما بينك وما بينه. ده كانت حاجه نقطه كويسه جدا. ثالث حاجه كانت بالنسبه شفتها كتير وكنت بنصح بيها حد كتير، كان بالنسبه للادكشن. الادكشن دي كانت نقطه خاصه في مصر، احنا عندنا يعني مش عارفين حتى عندناش ستاتكس بالنسبه للادكشن. كانت بالنسبه لي مهمه، وكانت بالنسبه لغير مهمه. كان عندنا مشكله في الادكشن، في حد فينا ادكشن للسموكينج، وحد ادكشن للحاجات الثانيه. في كنت انا وكنت ممكن بس انا اجرب سموكينج، اجرب حاجه بس، ما طبعا لما لقيت الهارمفول بتاعها صعبه جدا، كنت بشوف الوزدرول سيمتوم. انا ما كنتش اعرف الوزدرول سيمتوم قبل ما اخش السايكاتري. شايف انها ماده مهمه لاي حد هيشتغل بطنه وجراحه يعني. البني ادم ممكن يبقى جاي مثلا عندنا في امراض السوماتوفورم ديسوردرز، الامراض اللي هي سايكايتيك ديسوردرز ليها اورجانيك سيمتوم، فلازم اورينت بيها، لان انا ممكن عين ابندكس مثلا جاست ما يكون رايت هي بتكون رايت ايدك في الصبي وهو ليه سايكايتيك بيسز وجاي لي اورجانيك، فده ممكن اخش افتحه والابندكس مش انفلام ولا حاجه من ده. فده بيفرق يعني، فلازم الواحد يكون اورينتد للقصه دي. عشان كده سايكاتري مهم. حكايه اهميه السايكاتري اللي هي الامراض النفسيه في ممارسه الطب بوجه عام. اولا السايكاتري مهمه جدا 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 دلوقتي عشان المعادلات الاجنبيه كلها. يعني انت النهارده هتخش اي معادله في اي اتجاه هتبص تلاقي السايكاتري ضايع في الاهميه.
ده البند الاولاني. البند الثاني انه في حالات امراض بطنه كتير جدا بتجيلنا في عياده البطنه ونلاقيها القصه كلها امراض نفسيه، زي مثلا عندنا مجموعه اسمها السوماتيزيشن او اللي هي سوري السوماتي فورم اللي هي بتبقى اعراض جسمانيه بيبقى ليها منشا نفسي زي توهم المرض وتجسيد المشاعر والام الجسد والصداع وغيره. فانا النهارده ممكن اتخمن وابتدي اقول ده فلان ده عنده كان وفلان ده عنده ماني وهو اصلا القصه كلها سوماتو فور. انا لازم ابقى فاهم السوماتو فور كويس قوي وابص لها علاجاتهم كلهم علاجات فعلا بسيطه. في برضه مجموعه اسمها سايكوسوماتيك ديزيز انه اللي عنده لونج ستاندينج سايكاتريك إلنس زي الانكزايتي والدبريشن والحاجات دي والكلام ده كله ممكن باي تايم يخش في سكيميك هارت ديزيز، ممكن يخش في بيتريك ألسر، ممكن يخش لي مثلا في انفلاماتوري باول ديزيز وحاجات دي اسمها سايكوسوماتيك، اي ان المرض النفسي ادى الى مرض عضوي واضح وملموس. وهنا المرض العضوي اللي حصل ده يستدعى له العلاج الطبي للمرض العضوي زي قرحه المعده البيتريك ألسر وايضا العلاج النفسي. في برضه مجموعه من الناس مثلا يقولنا في امراض بطن بنسميهم ايه؟ المالينجرين. المالينجرين اللي هو الذي يدعي المرض ويمثل علينا ان هو مريض ويقول لك يا بطني يا بطني يا بطني ما بتوجعوش. او الفاكتيشيس اللي هو اصطنع المرض ان انا مثلا خدت حقنه انسولين وجالي هايبوجلايسيميا اديت لنفسي انا الانسولين. او واحد بياخد ثايروكسين عشان يعمل سويتنج وتريمورز وتاكي كارديا وانا افتكره ثايروتوكسون. دي كلها حاجات مصطنعه فاكتيشيس. دي بتبقى طب مين اللي بيعمل حاجات الفاكتيشيس؟ مين اللي بيعمل حاجات المالينجرين؟ الناس دول ما هو يا اما هو راجل يعني نص كوم مش كويس او ان هو سايكولوجيكالي برضه بيبقى ديستربد بشكل او باخر. كان حاله هايبوجلايسيميا ريزيستنت هايبوجلايسيميا. اول هايبوجلايسيميا بتخش هايبوجلايسيميك اتاك كتيره، دي حاجه صعبه جدا خاصه انها بيؤدي للبرين دامج ممكن بعد ريزيستنت هايبوجلايسيميا. الظريف في البيشنت ده ان هو كان بيخش وكان بيبقى واخد انسولين وكان بياخد انسولين كان نفسه هو اللي بيضربه لنفسه بيزود الجرعه بتاعته. وطبعا يعني اي حد ممكن يكون عارفها ان هو الانسولين هينقع له السكر بتاعته. بس ما بيخش في الاتاك دي كانت حاجه غريبه جدا، هو كان بيعمل سوسايد الاتاك لنفسه ان هو يخش. طبعا قعدنا بقى في البطنه ندور وفي حاجه طبعا في الهاوس اوفيسر زي ما دكاتره الامتياز بيعملوها لما تلاقيهم بينطوا كده ياخد في حاجه واخد ماسك العيان على ماسك تذكره العيان وماسك العيان على كتفه ورايح بيه في العياده في كذا ورايح بيه في كذا رايح بيه اندوكراين رايح بيه مش عارف ايه رايح بيه الترا ساوند حاجه قعد يتنطط كتير كتير كتير. وفي الاخر راح العيان يعني مزهقنا منه في الاخر. طبعا كان قعدنا ندور في اسباب كتير ومنها اسباب انسولينوما ومش عارف حاجات كتير قوي كده. وفي الاخر طلع ان هو كان بيحمل بنفسه وانت تعرفها معرفه السايكاتري مع ان ده سبب ان هو باين ان هو اورجانيك يعني انت فاهم انت هايبوجلايسيميا اورجانيك. كانت حاجه ظريفه جدا من موجوده. والسايكاتري يعني في حاجه مش باينه يعني ما هوش سكيزوفرينيا مثلا بيعمل حاجه، لا ده واحد سوسايدال اتاك ما بيعمل نفسه حاجه بس حاجه ظريفه جدا معناها ان بتفهم الناس ان مش السايكاتري حاجه بس لها علاقه بالناس انها مجانين يعني اعتقدهم ان هم مجانين، لا ده واحد بيخش في اعراض طبيعيه قدامك وانت مش عارف هو ايه. برضه من الحاجات الهامه جدا جدا ان في امراض طبيه تديك شكل الانكزايتي مثلا زي السيروتوكسيكوز الفيوكروموسايتوم. في مثلا امراض طبيه تعمل اكتئاب زي الكوشنج والعديد من الامراض الطبيه. تبص تلاقي بقى العكس مش مرض نفسي يجي بشكل مرض طبي، لا ده مرض طبي فعلا ميديكال إلنس ويعمل لك سايكاتريك مانيفستيشن زي مثلا كانسر بنكرياس. تبص تلاقي راجل عنده اكتئاب. الفيرال هيباتايتس او فيرال انفكشن تلاقي عنده اكتئاب. شفت بقى ازاي؟ في كمان بقى الادويه، العديد من الادويه اللي احنا بنستعملها في الطب، ادويه بتعمل لك انكزايتي وادويه بتعمل لك ديبريشن يعني. فلازم انا اشوف قد ايه بقى السايكاتري متشعبه هي وامراض بطنه بحيث ان هم في نسيج واحد. ولذلك لازم الطالب ولازم الطبيب لازم يبقى ملم بالامراض النفسيه. واحنا على فكره انا عايز اقول كلمه، اسم الطب النفسي عندنا في طب عين شمس من الاقسام الرائعه اللي هم بيبذلوا جهد كبير جدا في الراوند بتاع الطلبه والولاد كلهم بيشكروا فيهم فعلا وبيقولوا ان هم بيدرسوا لنا السايكاتري من الالف الى الياء.